السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا يعني وين بدون زعما ما نتفاجئوش، يعني كي تشوف لعاب يعني نقولوا لعاب تونسي جزائري مغربي مصري يعني وين يحقق انجازات كبيره يعني على من 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 كما يقول لك على افضل اللاعبين في العالم امثال ميسي وكريستيانو ليفاندوفسكي يعني وبنزيما وغيرهم الكثير. لكن حاجه اللي نتاسفوا عليها وحنا نحنا نفتخروا بالجنسيه تاعنا، جزائري يفتخر بالجنسيه الجزائريه، مغربي يفتخر، تونسي يفتخر، في تشاد يفتخر بانه يعني بلده تشاد، مصري ولا اي يعني مواطن من يعني في هذو، وان يقول لك للاسف لولا كانت جنسيته اوروبيه لاصبح بطل وله الملايين يعني من المتتبعين. وان احنا المهم انا منحوسو وان يوسف الناصيري يعني وان لعاب الافريقي في 2023 سجل اكثر من ميسي كريستيانو ليفاندوفسكي وبنزيما وغيرهم الكثير، يعني وين نقولوا بلي وين حقق ارقام قياسيه، لعاب يعني مستوى يعني يعني لو كان جاء يعني اوروبي يعني ولاه لطبلوا له الاوروبيين واعطوه جائزه افضل لعاب في البطوله الاسبانيه لشهر ابريل العنصريه والقهر لحقه من يعني من عندما كان يمر بفترة. الآن فهو يحلق في السماء ولا يهتم لأهل الأرض، يعني والدليل أن صحيفة ماركا فضلته على أولوند وقالت أنه يستحق الكرة الذهبية. يعني نقولوا ما شاء الله ما شاء الله وتبارك الله والله يحفظ المزيد وإن شاء الله المزيد من التألق. يعني احنا نفرحوا بأي لعاب يعني يقدم ويشرف يعني اللعاب العرب، يعني يكفينا فخر أنه يكون هذا ولد يعني ابن عربي مسلم، وندعو له بالتوفيق في مسيرته. بهذه المناسبة أشكر يعني يعني كل من عمل وأوصل هذا اللعاب إلى القمة، يعني وين خاصة وين نشكر فانيك وليد الركراكي من كان سبب في جعل يعني الثقة في النفس هذا اللعاب. نقولوا برافو ناصيري البارحة وين يوم الخميس وين قدم مباراة في المستوى يعني مباراة تاع كيبارشا، انه كيف سجل الهدف وين كان السم القاتل في دفاع جوفنتيس، يعني كي اسم جوفنتيس يبقى اسم جوفنتيس. جماعة برحمة الوالدين بارطاجيو لنا لي فيديو تاعنا، عطونا لي جيم خاصة لي جيم باش نطيحوا لي سينيال، وانتم راكم عارفين لي سينيال ميراميجو، راكم عارفين يعني بلا ما نقولوا لكم راكم تعرفوا تعرفوا الذباب يعني تعرفوا بزاف صوالح. ماذا بكم عطونا لي جيم، عطونا لي كومونتير بارطاج يعني الماكسيموم. يعني وين نقولوا باللي اليوم وين ناصيري وين اللعاب يعني اللي راه يقدم قدم الكثير يعني خاصة هذا الموسم، خاصة بعد يعني ملحمة كأس العالم، يعني ويقدم يعني مستويات كبيرة وراه يقدم في مستويات يعني في القمة. لعاب نقولوا يلعب بكل بساطة كما يجب أن تكون، يعني بساطته كما يجب أن تكون. هذه الجملة وين نعاودوا فيديو راني درت لكم، نعاود هذا المقطع لاختصاص يعني باختصاص تاعي أنا، أنا اللي وجدت هذه الكلمات، أنا اللي درت هذه الكلمات وأنا أفتخر. هذه الجملة تعبر جدا عن أداء يوسف النصيري الذي يعلمه أغلب المدافعين الذين يلعبون ضده، يعلمه أغلب المدافعين الذين يلعبون ضده، لكنهم لا يستطيعون سبقه بتصدي على قراراته، لا يستطيعون القفز مثله للكرات الهوائية، لا يستطيعون التحرك بسرعة مثلما يعني مثله بين الزوايا القريبة والبعيدة، لا يستطيعون أخذ الكرة منه أثناء استلامها وتحكمه بها.
بمنطقة الجزائر، لم يتوقعوا منه تمريرته السهلة المنطقية لزملائه الأجنحة واللاعبين الوسط كلما اقتربوا منه ب 18 متر. أما يعني أنا لا أتفق مع مقولة بأن النصير مهاجم منطقة، هذا وصف خاطئ. يعني كي بزاف يقول لك يعني الكاري دي زويت قتال، قتال في الكاري دي زويت. أنا شوف مالغري أنايا نشوفها باللي في الكاري دي زويت يعني يولي لعاب شرس يعني، ما وخاصة اللعاب لي كادري كادري كادري، ما يغلطش في الكادر نتاعو، ما يغلطش يعني كيما الاخر كيسمو يلعب لعب سامبل. تريزيغي باي تعقلوا عليه، تريزيغي تاع اللي كان يلعب فرنسا يعني الارجنتيني هو، وكان مجنس يلعب في فرنسا يعني ما كانش يلعب سامبل والشبكه تعيط. يكادري يلعب سامبل ويكادري. وين العودة، انا لا اتفق مع مقوله بان الناصيري مهاجم منطقه، يعني المهاجم منطقة هذا وصف خاطئ جدا. صحيح هو الآن أنه مهاجم يسجل أهداف من كل يعني على كل طريقة ممكنة لتسجيل أهداف، وكل ما يفعله بالميدان هو لخدمته ثم لخدمة زملائه عندما يخرج للعمق أو الطرف بعيد عن منطقة الجزاء يدرس موقف أمام، أما يستغل سرعته بالكرة والركض بالمساحات التي رآها مسبقا أو يمرر ويسلم بسرعة لزملائه فتح له بين الخطوط، ولما لا خلق خلفه شريك من شراكة يعني إحصائيات يعني لا تحتسب يعني ونقولوا باللي المواقع يعني الحسابات يعني وين نقولوا لا تحتسب تلك التمريرات المفتاحية، لكن الملعب يعني يعترف به لأنه مؤثر على مدى يعني رتم الهجمة الفريق ومؤثر على ضرب المنظومة الدفاعية الخصم. كلما زادت سرعته واقترب المهاجم من صناعة والأجنحة كلما زادت خطورة الفريق، وهذا ما يفعله النصيري بحرارة وزملائه بإمكانيات التي يجدها ولا يحاول تفلسف أبدا، يعني ما يتفلسفش يلعب لعب سامبل. هذه المقولة اللي قلتها لكم يعني بالبساطة كما يجب أن تكون، يلعب ببساطة كما يجب أن تكون. هناك أسرار بتميزه بضربات رأسية حيث أنه يعتمد على القفز بعد المدافع بقليل، لكنه يصل لأعلى نقطة أسرع منه وأطول منه، وكذلك يأخذ الخطوات بجسده نحو العرضية ليواجه الرأس والجسد معا. أما الأهم فهي الموهبة النصيري، توجيه الكرة بالرأس فيها لمسة فنية ساحرة. يعني أتذكر له الأهداف الكرة على مستوى منخفض وقدرة يعني يركنها برأسه بقوة وفي زاوية عالية، كون ما شاء الله وين يعني كما يريد ما شاء الله عليه، مش يعني مش ضربات رأسية أكثر مميزة فقط. أيضا المرتدات مهاجم يعني برصاصة بتحول من الخلف للأمام في سرعته، يعني لعاب يعني من أنا ونتمنى يعني إشبيليا مكان جميل، أنا نقولها لكم إشبيليا مكان جميل لكنه ليس الأجمل. أريدك ينصيري بفريق أكبر يا يوسف، أريدك أن تفوز بأكبر البطولات الأوروبية بالسنوات القادمة العشرين. هدف هذا الموسم كلهم حاسمين ومهمين سواء لفريقك أو لبلدك، وما زال يعني للقصة باقية إن شاء الله. هذه اللي نتمناوها لك لعاب يعني وبمناسبة الضغط يعني تاع النصيري من أكثر مهاجمين مشاركة مع فريقه بالمنظومة الدفاعية، حيث يعود ويغلق الزوايا ويركض بعرض الملعب ولديه الحنكة في استغلال عودة لاعبين الارتكاز للخلف بكرة حتى يأتي من زاوية عمياء ضده ويأخذ الكرة ويصبح هو من يتحرك للأمام وليس الارتكاز الخصم من يتحرك للخلف. وأيضا بثنائيات يستغل قيمته الطويلة وأقدامه الطويلة بالذات لتدخل على الكرة في مدى واسع، وكلما اقترب منه أحد بالكرة يغلق ويضغط عليه بالجسد. وقدم لكم أكثر شيء مميز في مساندته الدفاعية، إنه يبقى ينتظر الخطأ من المدافع، يذكرني يعني بالبيرلو يعني في تلك
واللحظات يضع توقعه ويعتمد عليها، وإذ حدث ينطلق ويسجل سواء هو أو فريقه. هذا الشيء أصبح نادر بكرة القدم حاليا. نصيري مهاجم قد يسرق الكرة ليسجل أهداف، يعني قيمة كبيرة، والله ينجح إن شاء الله. هذا مكان ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، واللي مشي ابوني معنا، وان شاء الله ديما معكم بجديد، وربي يحفظكم خالتي.